السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، ولمتت لكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبات أساسين كريد سينديكيت مدبلجة. فهيا لكي ننطلق، هناك مهمة أسفل منا، هل سوف نستطيع النزول؟ لا أستطيع. حسنا اصعد اصعد. حسنا دعونا ننزل من هذا المكان. أوكي، سوف، لأن المسافة بعيدة جدا وأخاف صراحة أن أموت. جيد، والآن هوبا، يلا دعونا ندخل إلى السيد روث من جديد. من هنا يا عزيزي، سأريك شيئا. ما الذي سوف يريني إياه؟ حسنا اركب. أنا من سيقود. إلى أين نذهب؟ على الذهاب إلى ورشة ستارك. إحدى ورشات ستارك، حيث يصنعون أسلحة لجيشه. سوف نذهب إلى ورشة ستارك يا شباب، حيث يقوموا بصناعة الأسلحة لجيشه. أدم تلك الأشياء. رجل مثل ستارك يبني. وهذه هي قريبة جدا. خاصة. إلى الأمام. انزل يا أخي، انزل. اوكي، علي اللحق بروت مجددا. يلا اصعد. لا اعلم الى اين سوف يذهب، لكن سوف الحق به الى اخر الدنيا. اوكي ممتاز، وصلنا للاعلى. جيد، لها من رائحه. يجب ان ترى الاحتمالات جيكوب. ما هذا؟ هذه احدى ورشات ستارك. أعد المتفجرات ولنفجرها تماما معا. هكذا إذن علي، لحظة، إذن علي تجهيز الورشة بالديناميت يا شباب، لكن لا يجب علي قتل أي أحد. إذن كيف سأفعلها؟ حسنا لحظة، أنا عندي فكرة، لكن دخلت الآن. إذن سوف أحاول أن أفقدهم وعيهم يا شباب، بدون قتل أي أحد. لا أعرف الصراحة إن كنت سأنجح أم لا، لكن هذا سوف يكون صعبا قليلا. لحظة، يوجد واحد هنا علي. اللعنة، ممتاز. يلا، خبر جديد منك. أمسكت به في آخر لحظة، سأفقده وعيه هنا يا شباب. جميل. هنا حارس قادم يا شباب. حسنا، سوف انتظره يا شباب الى ان يأتي. وهناك حارسان امام الباب وحارس اخر هنا، لكن هل سيراني ام لا؟ لا اظن، لم يراني. جيد جيد، سانتظره الى ان يذهب، بعد ذلك سوف اجهز عليه. يلا هيا، هكذا، نايس، أو احمل هكذا ثم أسقطه هنا. ما هذه الطريقة؟ حسنا، أظن أنني سوف أجهز على، لكن هذا قادم يا شباب. ستكون المهمة صعبة، أتعرفون؟ دعوني أصعد لفوق. توجد فتاة هناك. أوكي، سوف أجهز عليها أيضا، لكن لا يجب عليها أن تراني. إذن سآتي لها من هذا المكان. جيد، من الخلف. يلا اصعد. اوكي، هكذا لن تراني. جيد جيد، هكذا. هناك واحد اخر، انظروا معي. حسنا، لقد رآني على ما اعتقد يا شباب، لكن لا تقلقوا، سوف استدير لها من الخلف.
أوكي جيد. ولم تشعر بي مع أنني عملت ضجة كبيرة. تعالي. جيد. ها واحد هنا، شوفوا معي. حسنا لحظة. هذا أيضا سوف يتسبب لي في مشاكل. جميل، أغمي عليه. واحد هنا، لكن أوكي. حسنا تعال. رائع. لا بسرعة. هوب. لقد رآني على ما أظن. لحظة، رآني؟ لا لم يراني. جيد، والله جيد. شخص واحد فقط. حسنا، والله كدت أن أكشف يا شباب. جيد، هذا ما أريده صراحة أن يفعله. سنان، حسنا يوجد واحد بالقرب منه، لا أريد صراحة. أوكي إذن تعال. أفضل ألا لكنني أستطيع. اسكت. يبدو أن هذه المهمة سوف تكون طويلة يا شباب. هكذا، رائع جدا. هذا واحد، سأختبئ له هنا. لا تأتي إلى هذا المكان وإلا سأضطر لقتلك. الأساسنز العينين. ممتاز، ذهب ليتفقد تلك الجثة، والآن نم بالقرب منه يا صديقي. هيا. واحد هناك، كيف سأتعامل معه يا طورة؟ عندي طريقة. يوجد ذلك تلك العربة المليئة بالعشب هنا. جيد، إذن سوف أنتظر قدومه يا شباب. حسنا، ها هو آث إلي. لن أقوم بقتله صراحة لأنني لا أريد قتل أي أحد منهم مثل ما طلب مني. أظن بقي لي 4 أشخاص يا شباب فقط. احمل. حسنا، بقي لي 3 أشخاص يا شباب. والله سأبدأ بهذا الحارس الموجود بالقرب من الباب، لكن سوف أنتظر ذهاب ذلك الحارس الآخر حتى لا يشكل لي أي مشاكل يا شباب. هكذا، أفقدته وعيه. رائع. هذا أيضا سأفقده. دخيل. يا سلام عليك. بقي لي شخص واحد، لكن لا يهم ذلك الشخص، لن أقوم أبدا لأنه بعيد ولن يتسبب لي في مشاكل. الآن علينا حمل هذه القنابل ثم وضعها هنا. حسنا، يجب علي أن أضع في هذه النقاط. هذه واحدة. جميل جدا، ثم أخذ هذه. يلا امشي 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 قبل أن يأتي ويرانا. حسنا، أضع واحدة هنا وهذه هنا، وأخذ واحدة من هنا. جيد. يلا يا أخي تحرك، أوكي أضع. تم وضعها. أوكي سأخذ واحدة أخرى. يوجد صندوق هناك. جميل، هذا جميل. والآن دعوني أخذ آخر واحدة ثم أخذها إلى آخر نقطة. والمرة الآن ماذا سوف يحصل؟
ها قد انتهيت. أوكي، تم تجهيز الآن الورشة بالديناميت، والآن علي الذهاب إلى والتحدث إلى روت، لكن يجب علي أولا أخذ هذا الصندوق. علي فتح هذا الصندوق يا شباب. رائع جدا، حصلت على بعض اللوت وبعض الأشياء هناك، والآن سأذهب الآن إلى روت. هيا مثلا. أوكي، أنجزت المهمة يا سيد روت. وماذا بعد؟ ماذا بعد الآن؟ هل سوف نقوم بتفجير الورشة؟ كل شيء معد. ممتاز، لنبدأ تنفيذ خطتنا. ابتعدوا، ابتعدوا من هناك. هناك أطفال. انتظر. لماذا؟ هناك أطفال. هناك أطفال في المهن. جايكوب يا عزيزي، يستخدم ستاريك أطفالا لتصنيع البضائع. يجب أن نضع نهاية لمصنعي. لكن ليس هكذا. ما الذي تقوله أيها الحقير؟ أنا أفعل كل ما يحلو لي. قريبا ستعرف معنى أن تكون حرا مثلي. فجروهم يا فتيان. لا، إنهم ينوون يا شباب أن يقوموا بتفجير المصنع مع أولئك الأطفال. أحسنت يا جايكوب. ما الذي تفعله؟ لن نلعب ألعابا بعد اليوم راث. لا، لن نفعل. حسنا، أتوقع أننا انتهت يا شباب. حسنا، دعوني أرى. أوت، انفجر المكان. لحظة، علي الدخول وإنقاذ الأطفال. أوكي، أين هم الأطفال؟ هؤلاء هم، لكن علي فتح الباب أولا. أوكي، حسنا، والآن أين هم الأطفال الذين علينا إنقاذهم؟ هذا واحد. تعال يا حبيبي، تعال. هيا 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 هيا، لدي دقيقتان ونصف فقط. يا رب لا أواجه أي مشاكل مع أي شخص. يلا، المكان سوف ينفجر. ورأني واحد. لست متفرغا لك. لا، حسنا، جيد. لا، واحد آخر سوف يعيقني يا شباب. سأضطر لقتله أولا، ثم أدخل وأحصل على، ثم أخرج الأطفال. أوكي، هذا واحد. تعال تعال يا عزيزي، تعال تعال تعال، سوف أنقذك، لا تقلق. جايكوب هنا، جايكوب هنا، وسوف يقوم بإنقاذكم. حسنا، ثم أضع هذا. لو دقيقة واحدة. حسنا، دعوني أدخل. أوكي، أين هو الأخير؟ أعتقد أنه الطفل الأخير. دعوني أحمله. هيا صغيري، هيا هيا هيا، لنغادر هذا المكان قبل أن ينفجر. حمدا لله، قمت الآن بإنقاذ آخر طفل يا شباب من هذا الحريق. يا سلام، أحسنت يا جايكوب يا بطل. وماذا الآن؟ أعتقد أن اتفاقيتنا انتهت مع السيد روت، لكنه بعث لنا هدية. ما هذه الهدية يا تورا؟ يجب أن أحذرك يا سيد فراي. لماذا؟ عندما يغضب روث من أحد ما، فهو يجلب المتاعب على الكثيرين. لا تقلق، جايكوب إن غضب فهو يحرق المكان بالكامل. يا عزيزي جايكوب، للأسف يبدو أن مغامرتنا معا وصلت إلى نهايتها. مغامرة جايكوب وقتنا معا كان قصيرا، إلا أنه ترك علامة جيدة. أتمنى لك التوفيق في كل مساعيك. المخلص ماكسويل. ملاحظة مهمة، سأبدأ عرضا هذا المساء، سيكون كل أهل لندن هناك. مرفق، دعوة خاصة لك. حسن، أوه، هذا غراب الميت. انظر، صراحة لم يسبق لي أن شاهدت مثل هذا الغبي، أو أنه شجاع، أو لا أعرف. تعال، مت أنت وأرحنا. صراحة مثل ما أخبرتكم، لم أرى شخصا شجاعا مثل روث هذا يا شباب، مع أننا أصبحنا أعداء له، إلا أنه ذلنا على مكان وجوده. أم أنه فخ؟ ربما سيتغير موقفك إن أتيت أنا إليك. والله كنت أريد قتله، لكن للأسف يا شباب يوجد شرطي هناك، ولا أريد التسبب في الكثير من المشاكل. حسنا، دعوني نذهب إلى القصر الذي يوجد فيه روث، ولا أعرف ماذا يكون. نسيت الصراحة، أين ستقام تلك الحفلة؟
أوكي، هذا هو الفندق أو القصر أو لا أعرف، لكنه يشبه فندق. هذا هو الفندق يا شباب الذي ستقام فيه الحفلة، وهذا هو روت، إنه يرتدي قناعا. روث، سوف نقوم بقتلك الآن. أوكي، ماذا؟ والله مشكلة. حسنا، أوكي، مرشد فرصة تخفي، نازلة فرصة مساعدة، وميكانيكي فرصة القتل الفريد. أوكي، هؤلاء الأشخاص يجب علينا أن نقوم بالالتقاء معهم يا شباب. حسنا، يس، جميل جدا. الآن دعونا لكي نذهب. إلى أين يا ترى؟ إلى هناك. حسنا، أو يوجد حارس هنا. بما أنه الوحيد هنا يا شباب سوف أقوم بقتله. حبيبي لا تقلق. يا سلام، يا سلام، قتلته. دعوني. اسرق. عليه سرقة شيء ما منه يا شباب. حصلنا على قناع، رائع جدا، والله هذا رائع جدا. لحظة، هذه المرشدة يا شباب هي التي سوف تسهل علينا الدخول إلى المسرح. لندخل إلى المسرح لحضور عرض الليلة. ممتاز، هيا. لكن ألن يكشفني، ألن يستطع هؤلاء الحراس كشف أمر يا شباب؟ أوكي، علي البقاء وسط منهم يا شباب، وحتى هذه الدائرة يجب أن تبقى على الحراس. ممتاز، وصلنا. الجميع مستعد؟ نعم. إذن لنبدأ. دعينا ندخل، هيا. رائع، لكن صراحة ماذا؟ علي الوصول إلى الأعلى. حضرات السادة، إذن من أين سنذهب؟ إلى قصر الحمراء للموسيقى. الليلة صراحة التخفي هنا يعني رديء قليلا يا شباب، يعني لو يقومون جيكوب أولا بتغيير الملابس بالكامل، لأن هذه الملابس معروف بها يا شباب. لا تهلعوا يا أعزائي، ما زال علي الصعود للأعلى. ألقى أشكال الترفيه. حسنا، يوجد حراس هنا، نعتقد بأنهم سوف يكشفونني. أوكي، هنا درج، أظن أنه يؤدي للأعلى. حسنا، شكوى يجب أن يوجه إليه. هذا روت يا شباب يتحدث. جيكوب يا عزيزي، الليلة إنه يوجه رسالة إليه. حسنا، هيا. أوكي، وصلنا هكذا. جيد، الآن ماذا لنرى يا شباب؟ سأخدمكم هذا المساء يا سادة. لا زلت هنا، أؤكد أنك. حسنا، هذه هي النادلة التي سوف تقوم بمساعدتنا. مشهد رقم 2، استعداد. علي أن أقوم باغتيال شباب ماكسويل روت، لكن يوجد هنا شخصان متشابهان يا شباب. أخرجوني، يجب أن أخفض الشبكة من أجل العرض. حسنا، دعونا نحدد أماكن. هناك أشخاص كثيرين يا شباب، علينا أن نقوم باغتيالهم. دعونا نحدد هذا الشخص من يكون. هذا يا شباب سوف يتيح لنا، يجب علينا إنقاذه لكي يتيح لنا فرصة لاغتيال السيد روت. توجد هذه النادلة أيضا، يجب علينا الاقتراب من الإبريق. حسنا، لكن لحظة، الآن سوف أنزل. متطوعنا سوف أتحدث إليها الآن. لحظة، لقد رأني شخص ما يشبه. أنتم أيها الناس المحظوظون، على وشك أن تكلم هذا السيد، وهو لما لا أستطيع التحدث معها. مسافة قريبة، مؤدينا سيصيب. ذهبت، هذا بسبب ذلك هذا الشخص الذي رأني، لا أعرف كيف استطاع رؤيتي يا شباب. أليس كذلك؟ لكن سوف أنتظر تلك النادلة إلى أن تعود، بعدها سوف أتحدث إليها من جديد. سيخرج ضعفنا دون أذى.
لكن شوفوا معي يا شباب، هنا الكثير من الأشخاص يجب علي اغتيالهم. يوجد واحد هناك والآخر في الأسفل، والآخر ذهبت عنده تلك النادلة، والآخر موجود هناك يا شباب. حسنا، هم أربعة أشخاص. أوكي حسنا، هذه النادلة يا شباب، لكي أتحدث معها لا يجب علي أن أكون مراقبا يا شباب. اعذريني عزيزتي، أنا فقط أبحث عن المرحاض هناك. شكرا. لقد وضع شيئا في الإبريق. أوكي، دعونا نغادر هذا المكان ثم نذهب إلى مكان آمن ونراقب يا شباب بحذر. سوف أبقى نعم علي مراقبتها يا شباب، وهي تسمم عصابة روت. يا إلهي حسنا، إنها هناك، وصلت إلى واحد وسوف تقوم بتسميمه. نعم يا شباب، لقد قامت بتسميمه، هذا جيد. إذن يوجد شخص آخر يا شباب في نفس الطابق، أظن بأنها سوف تقوم بخدمته أيضا وسوف تقوم بتسميمه أيضا يا شباب، لهذا دعونا ننتظر ونرى ماذا سوف يحصل. لقد مات يا شباب، ممتاز. إذن سوف تذهب الآن إلى الهدف الثاني يا شباب. حسنا، لإرادة أقوى من الحاجة، ممتاز جيد، لقد ذهبت إلى الهدف الثاني، هذا رائع، ممتاز، انتهت مهمة. وجدنا شخصا بطيء الفهم، هو لقد تسمم، إذن علي تركه والذهاب في طريقي يا شباب، دعوني أذهب من هنا. أنها الحقيقة فعلا. اوكي، ثم من أين؟ يوجد درج هنا، جميل. أنكم ستحزنون بما تتعلق هذه الجولة. الآن علي قتل الشخص الموجود في الأسفل. لكن هنا حارسان، حارسان فقط. حسنا، لا أعتقد أن هناك من سيرني وأنا أقوم بقتلهما. يا سلام، جميل، لم يراني أي أحد. إذن سأنتظر حتى يغادر ذلك الحارس بجانب ذلك الشخص الذي علي اغتياله، بعد ذلك سوف أذهب وأقوم باغتياله يا شباب. لقد ذهب من عنده، دعوني الآن سوف أنزل. حسنا، سوف أقوم الآن باغتياله. أين هو؟ يستهلكك البحث، العقيدة منسية، الفريسة مرئية، جميل، قمت باغتياله، دعونا نغادر هذا المكان. إن لم يكن روث، تترك طعما غريبا في فمك، صحيح؟ اوكي، علي الذهاب الآن إلى ذلك آخر شخص وأقوم باغتياله، أو أقوم يا شباب أو أقوم بإنقاذ ذلك الشخص بالأول. أسألك اللحظة، أولا سوف نرى ماذا. حبيبي موت موت. هنا شخص يا شباب. لحظة، ممتاز، لم يراني أي شخص، هذا رائع. واو، الحراسة على هذا الشخص شباب مشددة كثيرا. حسنان، إذن ابقوا في أماكنكم وسيستمر العرض. سأقتله. تفضلون التراجع؟ لما لا أستطيع قتلهم يا شباب من الضربة الأولى؟ أعلم أنكم تملكون ذوقا رفيعا. هذا سوف يتفقدهم وسأقتله، لدي ممتاز، قتلت واحدا. لا تقل لي أنهم رأوني يا شباب. هناك خطب ما. لا والله، قادم إلي. نعم، إنه آت إلى هنا. لم يجدني. حسنا، لم يعثر علي. ممتاز، تخلصت منه، جيد، لكن بقي لدي سكينين فقط يا شباب. سأفتش هذا وأخذ سكين إن كانت لديه. لا، ليست لديه. إذن دعوني أصعد فوق. هيا حبيبي، هيا. رائع جدا، لن يراني وأنا فوق، صحيح؟ نعم، جيد، لدي سكينين فقط يا شباب.
ساعدوني ساعدوني. اوكي علي قتله هذا. رائع. هذا لم يراني. اوكي ممتاز 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 ممتاز. والان سوف افتشه. لم يعطيني ولا سكين. حسنا لا يهم. لهذه الحيلة سيدي وصلت اليك يا صديقي. دعني اقوم بتحريرك من هنا. هيا اهرب. وعنا الشجاع في الصندوق. ساحرتنا العظيمة ستقوم بشطر. حسنا حررت الميكانيكي. جيد. من اين سيخرج؟ سيخرج من مكان اخر. دون اي تأذى. والان علي قتله يا شباب. هذا تؤدي ساحرتنا الماهرة سايبر توث جين هذه الحيلة الشهيرة. اوكي ها هو. درست الحيل. لو رأوني اظهر نفسك. رأوني يا شباب. علي الهروب. اوه كاتسين جميل. وكل هؤلاء الذين قمت بقتلهم ليس سيداتي سادة. ولا واحد منهم يا شباب هو روت. قبل مشهدنا الأخير أريد أن أشرب نخبا معكم أيها الشجعان احتفالا بالحياة والموت. تابع اشرب نخبهم. حسنا وماذا يفعل؟ حركاتك يا جيكوب. ويعرف بأنني موجود في الحفل وأريد اغتياله. احترق. أيريد أن يقوم بحرق المكان بالكامل ونحن داخله أيضا يا شباب؟ هل هذا الرجل مجنون أم ماذا؟ حسنا يا شباب هذا المجنون يحاول أن يقوم بإحراق هذا المسرح أو هذا الفندق بالكامل ونحن بداخله. دعوني الآن أقوم باغتياله. ها هو. يا سلام عليك. يا سلام. خدامي مت أيها المغرب يا قاتل الأطفال. لنرى الآن ماذا سوف بماذا سوف يترتر. يا عزيزي يا لها من ليلة. أشياء أسطورية. لما فعلت هذا؟ كل هذا؟ ماذا؟ أكسر عنق غراب بين إبهامي وسبابتي؟ أقطع أولئك الذين يدعون البراءة؟ أبقي على العالم في صيغته الإلهية المهووسة؟ لهذا السبب أنا أفعل أي شيء. لما لا؟ حسنا يا شباب الآن علينا مغادرة هذا المسرح يا شباب قبل أن نحترق ونحن بداخله. يلا 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 فلتموتي. ليس لديك أي شيء. حصلت على سكين واحدة. تاني سكينة. حسنا علينا مغادرة هذا المكان يا شباب. الجميع قد غادر بقي نحن فقط والباب موجود أمامنا لكن الطريق من هناك مغلقة يا شباب. لهذا علينا التوجه إلى فوق والبحث. يلا اللعنة على هذا المكان كل جزء فيه. تبا من اين علي الذهب الان؟ من هنا. حسن هيا 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 هي هي. انزل. اوكي هيا ممتاز. سانزل للاسفل. يا اخي انزل. جميل جميل. هربنا من الفندق اخيرا يا شباب. المحترق. كاد أن يخترق جيكوب يا شباب في الداخل. أوكي يا شباب لقد أنجزنا المهمة بنجاح. الآن دعونا لكي نرى. أظن أنها كاتسين جديدة. نعم يا شباب شوفوا معي. وهذا ستارك. ولد النظام الفوضى. لقد ارتفع البحر ليغرق الحانات ويطفئ أضواء الشوارع. ستموت مدينتنا. فشل توبيني. لا تقلق أنت من سوف يموت. برودنال أليوتسن بيرل كلهم قد رحلوا في الليل
الأمر يعتمد علي الآن. خادمه يا شباب خائف منه كثيرا، الخوف ظاهر عليه يا شباب. وبدأوا يهاجموننا بأنيابهم. يجب أن تنجو حضارتنا من هذا الهجوم. هل هذا الغبي يا شباب مخيف إلى هذه الدرجة؟ لمنع عودة عصور الظلام سأبدأ عصرا جديدا. يحمل سكينا يظن بأنه يستطيع قتلي بتلك السكينة الصغيرة. يجب مسكين. أن تحيا لندن مجددا. إن قطعة كسف عدن تحت قصر بيكنغهام، لدينا كل ما نحتاج إليه. حسنا، قطعة كسف وجدوا أخيرا قطعة كسف عدن التي كنا نبحث عنها. يجب أن نكون متأكدين إن أردنا التحرك، فليس لدينا سوى فرصة واحدة قبل أن يهاجمنا أوتسوبرغ. أوافق على رأي شان. سنتموضع قرب القصر وسننتظر منك تأكيد المعلومات قبل أن نتحرك. الأمر يعتمد عليك أيها المبادر. من أنا؟ فعلا؟ حسنا. تأخرت. ماذا؟ أوه، كاتسين جديدة. ستارك يقوم بحركته. لقد وجدوا موجودة في قصر باكنغهام. حسنا، وجدوا قطعة كسف عدن شباب في قصر تحت قصر كاغينغهام. كنت أقتل رجال ستارك. ما الذي كنت تفعلينه أنت؟ لما لا نسأل هنري؟ كنت أقوم بإصلاح أخطائك. الاندفاع الزائد يؤدي إلى البطء. لا تستشهدي بكلام أبي. أفلاطون من قالها، وأنا آسفة أن هذا لا يتعلق بشيء يمكنك تحطيمه. كان أبي على حق، لم يوافق على أساليبك. أبي ميت الآن. يكفي. لقد وصلني خبر من جواسيسي. يخطط ستارك في حفلة القصر الليلة لسرقة كسف عدن وللتخلص من زعماء الكنيسة والحكومة. مرة بعد من أجل الأيام الخوالي، وبعدها ننتهي. موافق. إذا ما هي الخطة؟ يا لها من بهجة غير متوقعة. يبدو أن الأخوين شباب تشاجرا. ستكون هذه آخر مهمة لهما، أو لا أعرف، بعد الحصول على قطعة كسف عدن. لقد اتضح لنا واكتشفنا أن شيئا في قصر باكنغهام قد يهدد. ما لم تستطع أختي أن تعبر عنه هو أننا بحاجة للدخول إلى حفلة الليلة. لكن هذا مستحيل. حتى إن وجدت أي بطاقة دعوة والتي لم يبقى منها أي واحدة، فشخص من طبقتكم. الله، إن من كان جديد. ذلك الأحمق اللعين جلادستون سيحضر هذا المساء، فيمكنهم أخذ بطاقتي. مثالي، إذن سأذهب لوحدي. يا سيدة إزرائيلي، سيكون من لطفك إن دللت أخي الحبيب على عنوان منزل عائلة جلادستون، لعله يستطيع بمهاراته المتعددة أن يحصل على بطاقاتها. يا لهذه المتعة. أسمعت هذا ديزي؟ سنقوم بسرقة دعوات عائلة جلادستون. شكرا على تقديمك متطوع يا أختي اللطيفة. أوه، على الرحب والسعة يا أخي العزيز. علينا الحصول على بطاقة الدعوة لكي ندخل إلى، لكنني يجب أن أزور المدرجة. أعتقد أن لديه مجموعة ثانية من المخططات لخزنة معينة. إلى قصر باكنغهام يا شباب. علينا علينا الحصول على بطاقة الدعوة لكي نقوم بالدخول إلى قصر باكنغهام. لكن يا شباب، أعتقد أن هذه المهمة أنني طولت قليلا، وأن هذه المهمة سوف أتركها إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين، وقوموا بدفع زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. وصلوا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أويوبي. إلى اللقاء.